مساء الخير، مساء الخير أستاذ منادي الإدريسي، هل كتسمعني؟ تنسمعك تنسمعك مرحبا. مساء 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 اليوم، مساء اليوم عندنا نكملوا الجزء الثالث، وصراحة الموضوع ديال طرحناه في الأجزاء السابقة صار واحد اهتمام يعني لأهميته، اللي شرحنا فيه بأن 450 قطار ديالكم من القرن الخامس ومحصنة بضهائر من السلطان كذلك محمد الخامس بعدة ضهائر، وحكم من واجهته حتى الاستعمار، لأنها كانت واجهة الاستعمار وربحات أحكام قضائية ضده، كذلك حتى في التسعينات عندكم أحكام لصالحكم، وأنتم السلف صالح ديال أدارسة، يعني هذاك الشيء منذ قرون. اليوم لماذا هذا الموضوع عنده واحد الأهمية؟ لأننا نحن ما فاتئنا يعني كنحاربوا مافيا العقار لأن سرطان يهدد الأمن واستقرار الوطن، هذا الشيء كنقولوه، وسيدنا أعطى رسالة واضحة المعالم، سواء اللجنة سواء الوزارة العدل الحكومة السلطات يعني الأجهزة، باش هذا الشيء ما يكونش في المغرب. واليوم حنا وصلنا مع القضيه ديال اسره الادريسي منادي، لان اليوم اشنو لقينا؟ لقينا في الحوار ديالي معاك والادله والحجج الملكيه فيها جوج اشخاص، جوج اشخاص على واحد 56 قطار من الارض ديالكم متواجدين جوج اسماء، جوج اسماء فيها سياسي هو برلماني سابق وبارونة المخدرات اللي هو ملقب ومعروف وذوي السوابق ملقب بالأسد، لأنهم كيسميو ريوسهم الديب والثعلب، هذا ملقب بالأسد. يعني اليوم عندنا السياسي والإجرام، يعني مافيا العقار ولات هما من مافيا العقار، يعني كيولي. وهذا البرلماني السابق كانوا في الجرائد، وكذلك الجرائم المالية، قاضي تحقيق السمعي ديال فاس ديال الجرائم الماليه، وقعت احتقان وقفات، يعني في السابق هو من المشاكل اللي تخلقوا في هذيك، لانه معروف بواحد بهذه المسائل الشنيئه. اليوم حنا انا كنوقف على هذه القضيه لانني مغربي وابن هذا الوطن، وحنا نتيجه ديال الاستقرار ديالنا عبر قرون، يعني كاع المغاربه كيف ما كانت الطائفه ديالهم، لأننا احنا مغاربه احنا نتيجه، وكنحافظوا على الماضي ديالنا، ما يمكنش نلحقوا التاريخ باش نستقبلوا واحد المجهول، لان المستقبل مجهول، وحنا ما يمكنش انا نمشي في واحد التنميه غتتم جاياني وانا نسامح في التاريخ ديالي، هذا ماشي ما كيليقش بالمغاربه، وخصوصا ولهذا هذه كتحرقني هذه القضيه. واليوم حنا هاد الناس ما فهموش باننا في المملكه ديال محمد السادس، ومحمد السادس ما يسمحش لشي واحد يحرق ليه التاريخ ديالو ديال الاجداد ديالو ديال الشهادات ديال محمد الخامس، وهذا الشيء من يعني هاد الشيء غياخذ الطريق ديالو ان شاء الله. اليوم استاذ منادي بغيناك تعطينا واحد النبذه، وعلى هاد خصوصا هاد الملكيه من هذوك اللي تراماو عبر الزور، وهذا الشيء غادي يتحقق ان شاء الله. وهاد جوج اشخاص تكلم لينا عليهم واحد يعني، وتكلم لينا، تفضل سي ادريسي منادي. شكرا سي محمد. بالمناسبه ديال هذا الشهر اللي تيكون فيه عيد العرش المجيد، ترفعوا الولاء ديالنا والاخلاص ديالنا لصاحب الجلاله. وهنا غنتكلم على المنطقه اللي هي منطقة ديال الريف. هذه المنطقة ديال الريف اللي كان واقف في الثغور ديالها هما الأجداد ديالنا الله يرحمهم. الله يرحمهم. وهذه الأرض كانت عندنا هي العين الواقية للداخل. كانوا الجدود ديالنا حراس على الشواطئ. أي حاجة تيبلغوها للداخل وتيوقفوا وقفات رجل واحد. هذه الأرض هذه لما جات هاد السنين الأخيرة الإصلاحات اللي بغات دير الحكومة ديال سيدنا،
أولا من جملة الإصلاحات وهي شق الطرقات، شق الطرقات والميناء غيتقام على هذه الأرض اللي هو ميناء غرب المتوسط. هذه القفزة الاقتصادية اللي بقات تشوفها المنطقة جعلت الناس يبغيو يتراموا على هذه الأرض، وهذا الترامي خصو أسس، خصو شي حاجة باش يبينوا على أنهم راهم تيملكوا. إذا الشواهد الإدارية تعطيها لهم السلطات بالمعاونة ديال المنتخبين، لأن كل واحد يعطي الرأي دياله. من جملة هاد الناس اللي عاونوهم وهما هذا البرلمان السابق هو اللي كان وراء هاد الشواهد. داكور، تيبين وتعاون الأصدقاء دياله. حتى أصبحنا دابا بين يديا عدة ملكيات مزورة، الزور واضح مفضوح باين. هذا هو اللي نقدر نقول في هذا الموضوع. هذا سؤال أستاذ منادي إدريسي. بغيت نقول لك هاد المهم أنه ملي كيكون شي مشروع في التكالب ديال 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 الأشخاص عديمي الذمة اللي كيترامهاو، هادشي معروف ولا شاني. المهم لماذا ما جاوش عندك الدولة منين جات وكتعرفكم كيفاش هادي؟ يعني هنا كيبان واحد التلاعب، واحد ملي كيبغي يوقع هذاك كيعرفوا شكون مول مالين وقرون وعارفينكم. بغيت نسول واحد السؤال اللي بقى فيا، شحال من عام منعوكم بعداك ما تبقاوش تمشيو للضريح ديالكم للدار ديالكم؟ شحال من سنة دا؟ هذه دابا من 2003 تمنات وصفار رسمية، كانت الاستفزازات كل مرة من 2003 كانت الاستفزازات. أولا الجسد التهديدات، يعني انتما تهديدات مباشرة في عين المكان. وكان بمجرد مثلا نرجع من فاس ولا من العمل ديالي تنوصل للدار تنجبر الاستدعاء من عند الدراك تيجيبها المقدم، تكلم للدراك في نفس الوقت. بينما ملي تمشي عند المقدم تيقول لك انت عندك عصابه وانت بعيد تتبيع الخمر تهرب الناس. كاين شكايات اللي داروا ضدي كيديه فيها 19 ديال الناس تيشكيو بيا بانني تبيع الخمر تنهرب. هذيك الشكايات تناخذهم تمشي عند الدرك ترد عليهم تنقول لهم هاد الناس هادو راه عندي ظهائر وعندي احكام راني جالس في داري وبلادي وبلاد جدودي. كاين تواطؤ مع بعض الاشخاص يكفيك باش يبان التواطؤ مزيان. جاء الاحصاء ديال الطريق الساحلي، الطريق الساحلي الدولات تقول لهم اللي تيملك شي حاجه او محتمل تيملك شي حاجه سجلوه لنا، وتصور على ان مطلب التحفيظ عندي مسجل بصفه قانونيه وخرج في الجريده الرسميه بصفه قانونيه والسلطات عندها العلم به ومعلق في المحكمه ومعلق في الجامعه وما ذكروش الاسم ديالي في الاحصاء ديال النزعه الملكيه. اوكي، هنا ايادي مافيا العقار اخترقت، لان هنا غادي سياسي. اذا البحث منين؟ فرضو فرضو استاذ عندك الملكيه، يعني عندك لا برينوتاسيون ومكتوبه في الجريده الرسميه، والاحصاء ما ذكرش الاسم ديالك، يعني هذا يعني اقصاء ديال التاريخ. وانتم هذه من نعم تفضل. لنفرض ان هذه الملكيه الحاله ديالها كما بغات تكون، نطعنوا فيها مزوره ولا نطعنوا فيها مكتوبه كما كان نطعنوا فيها، ولكن تنسجلوا هذا الشخص، السلطات عليها تسجلني. اذا نفس الشيء داروه في الطريق الساحلي، نفس الشيء داروه دابا في ميناء غرب المتوسط. الان كاين حتى احصاء
ملي تنجيو تنوجدوا اعوان السلطه خداو النصيب ديالهم من هذه الارض ومسجلين نفوسهم تنتعجب. شوف شتي اللي حط تميزو تماك مزيان حنا غنوصلوا ليه كيما بغى يكون الشان ديالو فهمت استاذ. اللي دخل تما هذا هو اللي كان على اين واحد هذه الملكيه بغيت تشرح لي فيها جوج اشخاص ياك كما قلنا. نعم شحال مقتار فيها داو هاد جوج الاشخاص هاد البرلماني السابق المخدرات بارونت المخدرات الملقب بالسبع ياك معروف عنده سوابق وهاد يعني كنلقاو هنا بارونت السياسه والاجرام تحالفوا عليك تحالفوا على الشرفاء مزيان شحال استاذ داو خداو من الارض ديالك 56 قطار بارك الله وحتى واحد لوطيل دايرين لوطيل في الارض في الارض نفس الارض دايرين فيها اوطيل راه تيستعملوه. وتنبين لك على ان كل شخص دار شي قطعه ارضيه الا موراه واحد من هذوك نعم. الكبار نعم هو نعم هذا البرلماني السابق انا شفت ومن الجرائد راه موجود الجرائد هو كان عليه وقفات يعني من الجهه كلها ديال يعني هذاك كان خلق واحد كيسميه يعني السطو عيني عينك المقالي عنده شكايات على المقالي عنده على الغابه عنده مش عنده يعني تجر حتى تم الاستماع ليه تقديمه للقاضي التحقيق ديال الجرائم الماليه امي سمعت هذه ما يعني ولات الاميه كتحكم هي والاجرام متحالفين وعندهم القرار ايوا الشيء النتيجه ديالو هو هاد المصائب اللي كنحصدوها اليوم. تفضل استاذ. من جمله الغرائب على ان بعض الاشخاص في السلطه كانوا تتصلوا بيا هاتفيا باش نبيع له واحد النصيب من هذيك الارض. رفضت قلت له حتى نكمل التحديد ومني غنكمل التحديد مرحبا. إذن الشيء اللي ردوا عليا هذوك الناس اللي هما مطالعين عليه قال لك راه والله لا حفظت الارض ديالك بصفه نهائيه لان مادام ما بغيتش تبيع له وما بغيتش تتعامل معاه راك ما غتحفظش بصفه نهائيه. وفعلا طبقوا هذا الشيء لان النهار اللي تنجي ندير التحديد تيحضروا 300 400 واحد تيجيبوا من لك استاذ. نعم المهم هما عملوا كاع العراقيل عملوا كاع شحال من سنه قلتي دابا اولا التهديدات ديال التصفيه الجسديه ياك استاذ. ثانيا بانك منذ قرون انتم عايشين جدودكم وكيحميوا هذا الوطن يعني ومأمنين لنا هذا التاريخ هذا العريق اليوم ما تقدروش تمشيو مانعينكم باش تمشيو يعني هذا كنعتبره واحد جريمه ضد الانسانيه ضد التاريخ ديالنا العريق. هذه صراحه هذه ما ندوزهاش واليوم هاد الناس هادو اللي ما فهموش اننا في المملكه ديال محمد السادس ومحمد السادس هو قاضي القضاة وهاد الشيء غادي يوصل ليه ان شاء الله غيتحط ليه بين يديه ومعمر محمد السادس ما كيحرق التاريخ ديالو وليسمح لشي واحد يتجرأ التاريخ ديالو لان هناك ظهائر ملكيه. تفضل استاذ بغيتي تشرح لي واحد الكتاب ديال الشجرات. تفضل. حنا هاد الشجره اللي هما ديال الاسره من حفده اولاد محمد بن دريس وهاد اولاد محمد بن دريس حنا اولاد احمد بن محمد بن دريس تنوجدوا في نفس السلاله سيدي مسعود القبيله او سيدي سعيد القبيله ديال بني سعيد سميت باحد الاحفاد ديال مولاي ادريس اللي هما اولاد مولاي ادريس
ولاد محمد بن دريس، قابلة كلها أولاد من سعود، بمعنى أو كان يسميه سعيد وكان يسميه مسعود. تنجيو للحدود ديال الأرض كما ذكرت لك في الحلقات السابقة، أولاد عبد الجليل تنوجدوا، هذو أولاد عبد الجليل شكون هما المحاديين ديالنا في الأرض؟ الحفادة ديال مولاي إدريس. إذن أولا يكفيك حتى الجامعة من الغرائب على أنها تسمع جماعة أمس جاو، أمس أمس جاو، أمس جاو، عاد عاد جاو، أمس جاو، بعضياتهم مسمين هذا الاسم هذا أمس جاو. إذن هذه الجماعة ديال أمس جاو، وهذه السمية اللي عندنا في الأرض واللي عندنا في الحدود كلها تتبين على أن هذه الأسماء عريقة وعريقة جدا. إذن هذه الحقائق هذه كلها واضحة وعندي وثائق، ما يمكنش غنجي ونزور ولا نبدل ولا نغير، والحقائق واضحة كما تقولون ما غنغطيوش الشمس بالغربال، هالحقائق اللي عندنا هي هذه. وذكركم هذاك الكتاب ديال الكاتب المملكة؟ لا، عندنا الدكتور مؤرخ المملكة عبد الوهاب المنصور اللي كما تكلمت سابقا عدة كتب تتكلم على الأجداد ديالي، تنوجد واحد الكتاب ديال آل البيت اللي هو مفاتيح الرحمة، مفاتيح الرحمة ومعادن الحكمة. هذا الكتاب هذا تفضل هذا الكتاب اللي هو ديال آل البيت مفاتيح الرحمة ومعادن الحكمة ديال مولاي أحمد الإدريسي، اللي في الديباجة ديالو الكلمة ديال الدكتور المرحوم عبد الهادي التازي مؤرخ المملكة، تيتكلم على الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين، تيتكلم على الفصول ديال الأدارسة في المغرب، وتيجبد ولاد الحفادة ديال مولاي إدريس اللي هو سيدي محمد بن إدريس. حنا من الفرع ديال سيدي محمد بن إدريس كما قلت، وهاد الأشياء اللي هي الأسماء اللي هي ضخمة، حنا غتنجبدوا هذا باب سهولة، أسماء ضخمة علماء وأجلاء. أنا غنعطيك مثال ديال القراءات الخمس لابن المنادي. واو. كان علامة فقيه. سيدي عيسى بن المنادي يروى أنه كان فقيها للإنس والجن، هادشي متوارث وعندنا معروف، كان فقيها للإنس والجن وبركة، رجل بركة، كان القوارب قليلة، كان على الجلد ديال واحد الثور تيقطع الضفة الأخرى للأندلس. هذه أشياء متوارثة وعارفينها. المستقر الرسمي الحقيقي وهو بني سعيد. علاش؟ لأن قلت سعيد من آل البيت ومن آل الأدارسة، أولاد عبد الجليل في الحدود من آل البيت ومن الحفادة ديال مولاي إدريس ومن الحفادة ديال سيدي عيسى بن المنادي اللي جدو سيدي محمد بن المنادي، إلى حتى نوصل 25 و 26 فرد مذكورين عندي في هذه الشجرة اللي هي متسلسلة. إذن كلهم فقهاء. الآن عندي في هذه اللحظة غنهضر معاك 28 إمام إدريسي منادي تابعين الأوقاف والشؤون الإسلامية. دابا هادو غادي متخرجين واخدين المساجد 28 إمام مفرقين بالمغرب في كل منطقة من مناطق المغرب، هادو من الأسرة، فما بالك اللي تيقراو في القراوين الآن في العالمية واللي تتابعوا الدروس ديالهم في الجامعة. واحد الأجيال تبارك الله وحسن الخالقين من حافظة القرآن، بمعنى علماء شباب. هذه حقائق كلها بغاو يطمسوها بين عشية وضحى. نزيدك واحد الكلمة قبل ما ننسى، البارح تنتلقى تهديدات، فالناس شافوا هذا الشيء هذا
تار الخبر بكل جهة على أنه تهديدات من عند هاد العصابة اللي هما مازالين تطمعوا أنهم غياخدوا الأرض إلى غير ذلك. شو أستاذ مولادي هاد بنتي، المهم هنا راه كاين السي الحموشي المسؤوليه ديالو، هذا راه تاريخ المملكه، وهاد العصابه هذه المهم حنا راك في المملكه ديال محمد السادس، وما كاينش القاضي القضاة هو صاحب الجلاله، حنا الامور ان شاء الله غتاخذ، ما يمكنش لينا حنا نسامحوا باش نحرقوا التاريخ ديالنا لمواجهات المجهول، الا هو هاد ما يسمى بهاد الوصوليين انتهازيين اللي جايين تيتراماو وباغيين يحرقوا لنا التاريخ ديالنا. ولهذا فاي حاجه احنا في المملكه ديال الحصن، وهذه مرحله نضاليه اللي كاع المغاربه الشرفاء والاجهزه والنيابه العامه كذلك استاذ عبد النباوي قلتي واقفين على ضمان الحقوق والممتلكات، وخصوصا ما هو محصن من سلاطين المملكه اللي حنا الارث ديالهم، لكن كنتعايشوا اليوم راه حنا عشنا بواحد الاستقرار اللي كان هو مضمون والناس خلصت عليه تاريخيا واسر عريقه. تفضل استاذ، هذا الشيء ما كاين. عبد ربه من المقاومين، فرقت المناشير وفرقت الأسلحة، وتنعرف المقاومين، راه السن ديالي ما يفوق 70 سنة. خلي الوثائق اللي دايرها إدارية شكل آخر، راه من الناس المناضلين، من الناس المقاومين بالحجة وبالدليل، وما بغيتش ندير البطاقة ديال المقاوم. أستاذ منادي، شتي كيقول لك واحد المثال، السبولة العامرة راسها ديما محدود. دابا لا، الخاويه راه كيضرب فيها البرد وكتوقفها، حنا ما كيهمناش، كنعرفوا الاستاذ تواضع وخرجتي اجيال، راه هناك قضاة تقدزوا على يديك، يعني هناك يعني متواضع رجل، يعني في كذيك الحكمه راه مفاتيح الرحمه ومعادي الحكمه، راه كما قال المرحوم راه يعني متجسده. اليوم بغيت نوصل معك استاذ الشكايه اللي دارت النيابة العامة، وهذا الشيء غادي نرجعوا ليه، غادي نرجعوا للمساطير باش نواكبوا، يعني احنا خصنا نعرفوا هذا الشيء اش طاري فيه وكيفاش خصو حل، وهذا الشيء خصو الردع. يعني في الحلقة القادمة غادي ندوع المساطير اللي قدمتي النيابة العامة ياك استاذ، وباش حيت باش الامور تاخذ الطريق ديالها. هذا الشيء ما مقبولش في المملكه ديال محمد السادس. لكم الكلمه استاذ الاخيره باش نختموا هذه الحلقه الشيقه صراحه. الكلمه الاخيره بالنسبه للحياه ديالي، عندي 3 رسائل شكر من عند صاحب الجلاله الحسن الثاني الله يرحمه، 3 رسائل شكر. عندي من الوزاره ديال التعليم، عندي التنويه والشكر والتقدير، قليل اللي تياخذ هاد المراتب. الملف ديالي معروف اداريا دائما بامتياز، وعندي الان اوتور راهم تيسيروا في الدوله من الوزاره، الكتاب العامون، المناصب في محاكم الاستئناف في كل جهه، مهندسين، جميع الاوتور طلبه ديالي يعرفوا السلوك ديالي ويعرفوا الاستقامه ديالي منذ سنين، راه من 73 وانا في العمل، مازال دابا في العمل. الكثير من الاطر اتصلوا بيا وكيشكروه المهم على اين السمعه ديالكم سابقاكم السيره الحسنه، وغادي نرجعوا للجزء الرابع باش ندوع على هذه المساطير وتحديد باش نشوفوا الاختلالات القانونيه كيفاش هذا الصوت وهذا الزور، وفين وصل هذه المرحله، وشنو خصو يدار باش نتداركوا هذا التاريخ ديالنا العريق واسترجاع الحقوق والقضاء على السرطان الذي يهدد الامن واستقرار الوطن. والسلام عليكم استاذ. شكرا. وعليكم السلام. شكرا.